تسببت التساقطات الأخيرة بولاية جيجل إلى إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية وكبدت الفلاحين خسائر كبيرة. التفاصيل مع عبد الرحيم شمعوني. هذا الشيء نتاع ربي نحمد الله ونشكره. هكذا هي الصورة اليوم بمنطقة وادي بقرعة وعدة مناطق بولاية جيجل. محاصيل زراعية أتلفت وممتلكات جرفت جراء الفيضانات الأخيرة والتي تسببت في خسائر فادحة لفلاحي الولاية. الشيء تاع ربي مرحبا به، وشنو هو عندنا شوية خسائر درينا بزاف كيما نقولوا عندنا هنايا حكومة تاع البرتقال تاع تشينا وهذيك. نطلبوا من السلطات تشوف معنا وتعاوننا بشي اللي تقدر. الكارثه الطبيعيه هذه راهي اثرت علينا، الواد هذا راهو جا في سدنا البحيره نتاعنا، في سدنا الفراز، الطماطم ما خلى لنا والو، ما عندناش حتى البديل، ما عندناش ما لا كابس تسال الناس كاع يسالوا ما قدرناش. ها شوفوا فيها لا فراز مزروعه، ها هو فازيه ب 50 سنتيم، ها الانتاج واجد، واحد مسلك. يعني من بو حداد لا زارود. مصالح الفلاحة بدورها جندت كل الوسائل البشرية والمادية على مستوى كل الفروع الفلاحية لمعاينة وإحصاء حجم هذه الخسائر. فور الإعلان عن هذه الفيضانات تم تنصيب خليات يقظة ومتابعة على مستوى الولاية لتقييم كل هذه الخسائر. عندنا عشرات المداجن اللي غمرت بالمياه، الأبقار، خلايا النحل، كذلك المحاصيل في الخضروات تحت البيوت البلاستيكية، محاصيل تاع زراعة الفراولة، مئات الهكتارات راهي غمرت بالمياه، حالة من الكآبة ربما والحزن تسود الأوساط تاع الإخوة المهنيين هنا. كارثة خلفتها هذه السيول الجارفة التي غمرت العديد من البيوت البلاستيكية وكبدت الفلاحين خسائر كبيرة بعد جهد ونشاط لسنوات.